هنبدأ دلوقتي مع حضراتكم استعراض لأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا كالعادة بنبدأ من القاهرة تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، بس لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق للي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري نفس الأمر، أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات. نفق الأزهر بيشهد انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كذلك الأمر انتظمت الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كمان انتظمت حركة المرور بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر وصولاً إلى أحمد سعيد. دلوقتي تعالوا نروح للجيزة ونستعرض هناك الحالة المرورية. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي أيضا في تباطؤ في حركة السيارات. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كمان في بعض الكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني في شارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد برضو كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية. دلوقتي بقى نروح لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، بيشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. وهنكمل جولتنا المرورية معاكم ونروح للإسماعيلية. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة واخدنا طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي. لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت.